وين؟ لا انا علي حميد وين؟ دكتور علي حميد قل لي وين اليوم؟ خمسة من مجموعة سبعة قدموا استقالة. احنا ما كنا نتمنى هذا الرجل يطلع، انا واحد من العالم غير كنت اتمناه يبقى. قلت لك والله بلجنة اختيار الافضل اللي هي وياي ومجموعة انا رئيس بالعام، من طلعت من نختار افضل، كل سنة نختار افضل ادارة نادي. جيت على الاخوان اللي وياي يوسف فعيل ونعيم صدام وصفوان وسامي، تحياتنا كلها، ميثم الحسني. قلت لهم اخوان اقول لكم شغله واحده، قلت لهم خل نحجب هاي الجائزه عن مجلس اداره ونسميها جائزه التميز ونعطيها للاستاذ الدكتور علي حميد. ما ابي هالشيء. استحسنوا الفكره، قلت لهم لانه هذا الرجل اللي انتشل النادي منين؟ من فريق ينافس على الهبوط، هبوط الى فريق ثالث قريب من الوصافه، فانجاز بالنسبه لنا. بيوم الحفل، والحفل صار بمعرض بغداد الدولي، انقلبت الدنيا، وزراء وناس عسكريين ومحافظين، حفل رائع جدا، نقلته قناة الرابعة سبونسر. فخابرت الأستاذ علي، قلت له أستاذ علي لا تنسى الحفل ترى اليوم الساعة بالستة، خابرت صاحب الثلاثة العصر. قال لي كابتن والله أنا آسف جدا والاجتماعات ودايخ بأمور الوزارة. قلت له كيفك؟